هلو شلونك؟ 500 لايك. لا ارجع ارجع والله تشغل ارجع تشغل وين السلام عليكم، شلونكم؟ وياكم مهدي من قناة وقوم. قبل كل شيء اتمنى تشترك بالقناة وتحط على لايك وتفعل جرس الاشعارات. مثل ما تشوفون اليوم وياي شباب بنات، اليوم وياي علاوي. اول شيء مبروك إلي، وصل 1000 مشترك. هسه ريتكم كلكم تشتركون بقناته وتباركوا له. طبعا هذا ورع والله ورع، واشتركوا بقناته. طبعا شباب بنات اليوم على اساس، بس لحظه هاي شنو؟ والله ما ادري. شوفوا والله هاي الشكل مالها كلش كلش حلو. المهم الورعان، طبعا اليوم راح نلعب حرب البيض. على اساس يقولون حرب البيض مغيرين عليها وصارت صعبه، والله اليوم اجلدهم اطحنهم. المهم اول شيء راح نلعب تيم ايج وورز تيم اوف 2. المهم طبعا بجهاز اخوي الثاني قاعد يعمل. المهم راح ندخل تيم مثل ما تشوفون، حاليا احنا دخلنا تيم. شوفوا شباب بنات، اطلب منكم طلب، اريد من عندكم هسه تخلون لايك. شنو فائدة اللايك؟ اللايك يشجعني حتى اقدم محتوى اكثر، يعني انزل فيديوهات اكثر. 500 لايك الكل هسه كلكم تضغطون لايك، وان شاء الله راح نفوز بحرب البيض. واذا عندكم مابات او سيرفرات تردون نلعبها اكتبوها بالتعليقات وبس. المهم اول شيء شوفوا شباب بنات، اول شيء لازم اجمع الايرون. ليش؟ حتى اقدر اطور من نفسي. علاوي انت غطي البيضه، ما ادري غلفها. المهم بس لحظه، اول شيء هاي يسمونها حرب البيض، شلون افتح هاي؟ ها احتاج 5 جولد اول شيء. بس لحظه هاي ايش موجود هنا؟ والله ما ادري ما داخل. طبعا الساعه حاليا، بس لحظه شنو هاي؟ ها الدايموند. شباب بنات الساعه حاليا 5:30 الفجر، يعني تقريبا الساعه 6 الفجر. اتمنى تضغطوا لك، والله سهران على مود اصور هذا الفيديو. المهم اول شيء خلي اشتري سيف. السيف اللي راح اشتري ما ادري، اعتقد الخشب مو قوي، والله ما ادري. المهم اول شيء خلي اجمع ايرون، وبعد شو اسوي ما ادري. المهم جمعت ايرون، والنوف راح اشتري لي اسلحه. لا مو اسلحه، دروع ورع. اكو دروع تشين واكو دروع ما ادري، مو اشتريت اي شيء. وبعد شو اشتري بلوكات؟ لا لحم، راح اشتري لحم. ما ادري منو الاحسن، الجزر لو اللحم. وانا اشتريت الجزر كله. المهم حاليا انا اشتريت، شو اشتريت انا؟ والله ما ادري. ها احتاج اجمع بعد ايرون. ولك وخر هورا، اريد ايرون وخر. شنو هاي؟ طبعا الانترنت عندي كلش كلش اسطوري، والله الانترنت عندي حاليا كلش ضعيف. ومع العلم الساعه حاليا راح تصير بالستة الفجر. المهم ضغط لايك واشتركوا بالقناه، شوفوا الانترنت عندي قوي. المهم طبعا راح اشتري السيف، اريد الايرون، ليش ما يصير اشتري؟ المهم شباب بنات اجت لي فكره، راح اجمع الموارد واضبط وضعي انا وهذا الورع وارجع لكم. ضغطوا لايك هسه، كسر زر اللايك، اشتركوا بالقناه. مثل ما تشوفون شباب بنات حاليا احنا وقف. بس لحظه جهزنا وضعنا. بس لحظه اول شيء خلي اجيب الايرون، لان ما ادري احس نفسي راح احتاجه. علاوي تعرف تبني لو لا؟ ناسي شلون ابني صيفتها ما داخل ماينكرافت. يقول ناسي شلون ابني، طبعا بصعوبه خليته يحكي. شوف انت حاليا اللي اريده انك تبني هناك ذاك الطريق، تشوفه؟ شفته. شوف انت راح تسوي الطريق مال الجزيره. انا هذا كل صفر ما اجيبه تقالي. والله انا اعتقد عندهم بو. بس لا شوف شوف بس اسكت اسكت، لا اغدرك اغدرك. بس لحظه يصير اغدره لو لا؟ لوت يسمونه ماينكرافت، لوت موارد. المهم شباب شباب بنات طبعا بصعوبه خليته يحكي، لذلك اريد 500 لايك. شباب بنات اسمع، عندي فكره احسن من فكرتك. التيم الاصفر عنده بو، لذلك شوف ايش راح اقول لكم. شوفوا هلا هلا، شوف 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 ايش جاي يسوون. شباب بنات القلعه، وين القلعه؟ عاد القلعه حصل. شوفوا جت لي فكره، طبعا حاليا هذا الورق جاي يسوي بهذا الطريق. طبعا انا قلت على اساس اتكلم بصوتي طبيعي فنسيت. المهم اعذروني راح اتكلم بصوتي الطبيعي. بس لحظه اول شيء تشوفون هاي الجزيره، هاي دائما نجيب اندر بيض عم نشوفون عليهم ونكسر بيض ونقتلوننا ونقتلن بو. اللي فهم يضغط لك. المهم اول شيء خلي كمل هذا الورق، هذا الطريق. بس شوفوا هذا واحد، اوقف اوقف اوقف، هذا واحد بالجزيره، اوقف 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 اوقف، هذا واحد بالجزيره. بس لحظه كمل الطريق، كمل كمل وخر ورع وخر. شوف هاي الحركه، وي هاي عبالي متت كاسن احسن لي. شنو كاسن؟ المهم شوفوا اول شيء بس كذا جلدي، لا تخليه روح، لا تخليه انت انت روح قتله وانا ضل باوعي لك. هلا شنو وراي؟ بس لحظه عند ابوه انا توقعت حاصرنا. شوفوا انت روح قتله وانا باوعي لك، روح روح قتله روح. ها شنو؟ شلون حفاض؟ حل تستاهلها ابو برشلونه. شلون حفاض؟ شباب بنات كتبوا لي بالتعليقات هم مره طحتوها. المهم راح اضبط وضعي
واجمع شويه موارد وارجع لكم. احبكم. ما اريد صندوق. ضغطوا لايك، اشتركوا بالقناه، اشتركوا بالقناه، اشتركوا بالقناه، اشتركوا بالقناه. هلا اليوم ما ارحمهم، اليوم اجلدهم اموتهم. لا تخاف تكسر بلوك يم جواك. تكسر البلوك ايش حدك؟ شوفوا طبعا انا حاليا تا مكساته الكسر انا ما علي. شوفوا شباب اسكت لك ورع فشلتنا. شوفوا انا حاليا خايف ليش؟ شوفوا انا حاليا جهزت وضعي لذلك اول انطيني دايموند. شوفوا اول شيء شباب بنات عندي انترنت اسطوري. شوفوا المهم راح اجمع اول شيء شويه دايموند نشتري بو. ما اريد بو، انا جت لي فكره احسن نشتري اندر بيرد حتى نروح ما ادري والله ما ادري. لو ماكو غير خطه ثانيه يا خطه ثانيه. شوفوا عندنا احنا ثلاث خطات. عندي خطه عاد في سؤال، لو ماكو اندر بيرد اذا ماكو اندر بيرد نشتري بو. نشتري لا ما يفيدنا البو. هلا اللي قدامك قدامك هلا هلا بالاحتراف. شوفوا طبعا حاليا انا راح اجمع شويه دايموند واشتري لي بو. ليش اشتري بو؟ ايش اللي بي؟ المهم اجلد باو عليه اجلد بيه شكو لاعب. بس لحظه فصل الانترنت. شوفوا شباب بنات انا حاليا عندي الانترنت كلش كلش يعني زين. شنو هلا 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 تعال 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 عوف الثنين تعال لقيت لي مكان سري لقيت مكان سري. تعال 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 شوف من انا انت اسمع انت روح اشتري بو وانا اصعد فوق الشجره. شتي واي اثنين عوفهم يولون وين انت وين؟ شوف هلا بس لحظه لحظه شباب بنات اعتقدت هاي الشجره مكان سري بس من الواضح وصعدت طرزان طلعت يا طرزان. المهم بس لحظه خلينا ننزل وي ما صارت. شوفوا بس لحظه حاليا لازم نشتري بو شباب بنات. طبعا هواي يقول شباب بناتك وحتى ناس يكتبوا لي بالتعليقات ليش يقول شباب بنات؟ والله ما ادري ايش اقول لكم يعني. المهم طبعا حاليا انا رجعت جزيرتي. ليش؟ هاي مو جزيرتي ولك ورع. هلا كسره كسره شنو هاي؟ مكسوره. منو كاسر؟ افلت افلت. بس لحظة عندهم دايموند والله اذا عندهم اي مليون بالمية عندهم دايموند. هلا هلا النوب انفع اخذوه. شرد شاخذه هو اثنين نمونه. المهم بس لحظة وين هذا بالقرية؟ شوفوا اول شيء شباب بنات انا مجهز لي خطة. تعرفون شنو؟ كل واحد يشتري بو ونلقط فيهم. لا لك 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 لا اسمع شنو لك لك مو بو. شوف انا راح اشتري لي سيف وانا عندي سيف اقصد اشتري لي بو وانت تشتري الاندر بيرد. بس لحظه هذا جولد احتاج شويه من عنده. تبي اسهم؟ ما اريد اسهم. ها صديق شباب بنات البو البو من اشتري احتاج لاسهم. والله توقعته مسدس بدون طلق شلون ما ادري. المهم الانترنت عندي اسطوري. شوفوا هاي قدامكم انا محترف وهاي خلي سجلها التاريخ. شوفوا هاي الجزيره الاولى وهاي الجزيره الثانيه. حاليا انا اوغ المحترف سيطرت على هاي الجزيرتين مدري ثلاث جزر. وسيجيك اوم ما تعرفني انا قذفو. يقول اوم. المهم يا حظي. المهم بس لحظه اجت لي فكره انا راح اتجسس خطوه خطوه. والله اذا ضربوني اكشلكم والله اقتلكم. بس لحظه علي كيف علي كيف نخليها هاي البلوك انا اوغ المحترف حيتجسس. المهم بس لحظه لحظه ما شافوا ما شافوني ما شافوني. فرصتي هاي فرصتي هاي شنو؟ لا يا الورع هذا منين جالي؟ سحبه من ورا جدار. هذا منين جا؟ والله هكر كتبوا لي بالتعليقات منو قتلني؟ شوفوا تشوفون هاي الشجره، هاي الشجره موجود جواتي. شلون حظ؟ شلون حظ؟ والله والله اليوم لازم انتقم منهم. شلون شلون منهم؟ انت اي انتقم منهم. المهم اسكت يا 4 ضد 1. شلون حظ؟ والله حظ اليوم مو حلو. بنات حسبوا وراي كم ما يموت بهذا الجيم. حسبوا وراي صدق كم مره راح يموت. يحسب لا يعلق يدوس لايك. المهم طبعا حاليا راح ارجع اجمع شويه موارد. وين القروي؟ جيب لك بلوكات. المهم اجمع وارجع لكم. شوفوا هاي المرة اشتريت لي بو. طبعا مو انا اشتريته على لو اشترى. شلون البو باقى مني؟ المهم اسكت شوف راح اركز واحد وي شلون عضو الا الا وي طبعا شاد لي سكوب 8. ها شوفوا كشفوني والله والله لو تروح هاي الكتابة كان سيطرت. بس لحظة واهولك راديلو احنا. بس لحظة وي مي ولا اخطي محترف محترف. يلا يا واحد وي هلا الثاني. انا مو نوب انا محترف صرت. شوفوا شوفوا يخافون من عدي من اقول لكم انا محترف ما تصدقوني. شوفوا شوفوا سووا سيت. هلا بالاسهم بلاش بلاش. شوفوا شوفوا هذول الورعان يشمرون علي اسهم وانا اخذها ببلاش. بس لحظه لكم كافي تشرب. هذا مصانع اصلا مصانع. اول شيء خليني اجمع الجولدن ابل. طب ما حاجه هذا مصانع جولدن ابل اقصد الجولد. بس لحظه انطيني انطيني اي شيء. وين المصنع ماله؟ شوفوا شباب بنات جت لي فكره. هذا تشوفونه بس يصعد اطق وي
ليش ما رحت؟ لازم يروح، لازم يروح والله. لو منهم ما يلوحونه يا منهم. شباب بنات اتمنى عندي بوش على حتانه. شباب بنات ساعدوني شلون اخلي هاي الكتابه على الشاشه تروح؟ والله ما اعرف، ما اعرف هذا كم لعبه هذا يا دادات ولك ورع ما اللعبه بعد ما يلعب والله. وي ما رحت شلون حظ هذا؟ طبعا تو على سناها قلت مصنع جولدن ابل. مصنع جولدن ابل اكو ماب ما اعتقد. المهم واحد اثنين لا والله حظه والله والله جت الفكره واحد اسمع واحد اثنين لو صارت ها تريد تضربني يا الورع. شوف شوف لحت هاي الورع لا 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 ولك مات ولك ليش ليش شو مسوي لك شو مسوي لك لك ورع شو مسوي لك ما يموت. هاي المره خلاص راح احكي بصوت طبيعي وما ما اسمح لهم. شنو ما اسمح لهم؟ اليوم اجلدهم والله اجلدهم. تعال تعال انت الاول واحد اثنين مو الا ولك موت. هاي ماخذ دروب ماخذ دروب عشان يسكبوا ثمانية. تعال موت ورع ما يوسع ولا يخطي ولا يخطي والله واحد اثنين وي لحت باس هيد شو ما مات ولك اصلا ما لحت ليش تكذب. المهم المهم شباب بنات اعتبروا ان محترفين وجاي نلعب وي. طبعا طبعا انا حاليا ما اشمر شنو ما انا حاليا ارمي اسمعني اسمعني انا حاليا ارمي الاسهم على الشجره مو على اللاعب لذلك انا محترف. لقيت واحد لقيت واحد وين هو؟ خلي 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 ما عندي سيف. كتله 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 موت موت تستاهل واحد موت ياكل جولدن لابل. كتله 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 موت ما اعطيني كتله كتله كتله. هذا عنده ابوه عنده ابوه. كتله كتله ضربني بالبو كتله 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 بسرعه كتله لا تخليه يروح لا تخليه كتله كتله ما ادري اذا الفيديو كتله كتله ما ادري اذا الفيديو صار واضح او لا بس ما ادري صارت عركه. كتله 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 اذا تخليه يفوز فقرك كتله كتله موت اجاوب استاذ اذا اخترت قصب كتله ولا كتله واحد موت اسكت موت 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 ورع تستاهل تستاهل تستاهل. هلا بالاحتراف وتقولون هو مو محترف قدام شنو فشلتني لك كله علي كله علي هاجم. المهم طبعا شوفوا قلت له يتحرك. طبعا انا غدرته ما ادري اذا الصوت صار واضح ولا عين بالعين وسن بالسن صارت عركه. المهم اشتركوا بالقناه هاي قدامكم انا ما اخاف والله جلدك. تعال ها ماكو طريق. شباب انا احيانا انسحاب تكتيكي شوي واجد الانسحاب لازم ننسحب بس لحظه. طبعا انا اكو فرق بين انسحاب وانسحاب تكتيكي. تعلموا من هذه الورع شنو الفرق انسحاب روح بلاد تكتيكي شوي وترجع لنا. المهم طبعا هذا خطه استراتيجيه 2000 وهسه. المهم بس لحظه اجت لي فكره. شوفوا شباب بنات جت لي فكره انا حالي اسمع اسمعني ما كان دربيت شو الحل غلس. المهم اسمع انا اول مره راح اروح شو يسمونه اتجسس. كشفوني كشفوني شلون حافظ وي كشفوني لازم اتجسس عليهم. شوفوا ضبطت وضعي وجبت سيف وجبت كل شيء هاي المره. شلون حافظ والله حظ المونتاج ما يعرف ما قصها والله ما قصها. ليش صار لي ساعة بس اريد اعبر. شلون حظ هذا؟ اريد اعبر. انت عندك خطة هلا ما شاء عندي. شنو خطتك؟ شوف زاحف مال ببجي. شوفوا اول شيء شنو زاحف مال ببجي؟ جبت تركي ويعبرك. المهم شوفوا اول شيء راح اقول لكم طريقة هم ما شافوني تمام؟ ما شافوني. يلا فرصتي فرصتي هلا نجحت 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 خطة علاوي علاوي ما يصير انبطح. شفت شفت شوفوا اول شيء انا حاليا مشفت بس خايف من شغلة. يجيك بو ما تعرفني انت. مو البو خايف يكشفوني. شوفوا والله نجحت الخطة شباب بنات 500 لايك مليون لايك 5 مليون لايك نجحت الخطة نجحت نجحت. اول مرة اسكت اسكت لا تحكي لا تحكي اسكت على كيف بس لحظة ما اريدهم يشوفوا. هذا اوقع هذا اوقع هذا اوقع لا تفضحني لا تفضحني اوقع بلاش اوقع بلاش ما اريدهم يدرون. اسكت اسكت لا تفضحني لا تفضح. هلو شلونك 500 لايك لا ارجع ارجع والله تشغل ارجع تشغل وياك ارجع. ليش ولك ليش فشلت خطتي؟ من البداية احسن لك صدق لو كاسر البيض احسن. شوف شوف شباب بنات شوف شنو لقينا لقينا ورع لابس سكن مال دايموند والله كفى كفى لا تخليه يروح كفى كفى كتله كتله عفوا انا بدك كتله عفوا والله بدون سيفه كتله عفوا عفوا تعال لا تحكي اسكت خليني كتله اسكت خليني اركز عفوا تعال ورع موت موت ورع تعال 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 بدون سيف تعال ورع هلا هلا شوفوا خطيه تعال ورع موت ورع والله حلو ما اريد كتله بس يعني 500 لايك. وبنهاية المقطع لا تنسون تشتركون بالقناة وتضغطون أحلى لايك وتفعلون جرس الإشعارات. شباب بنات أتمنى عجبكم هذا الفيديو وعندي فت كلام وياكم. الكلام شنو يا أوغا؟ الكلام مهم. شنو هو الكلام؟ تدرون شنو؟
اكثر من 80%. والله ما ادري ايش قد ما مشتركين بالقناة. ليش ليش كسروا زر الاشتراك؟ كسروا زر الاشتراك، كسروا، شوفوا هيك، كسروا زر الاشتراك. طبعا حاليا انا اريد 500 لايك، 1000 لايك، مليون لايك. شوفوا ذاك الورع مات. المهم واحد اثنين عفوا سؤالك ما اريده. شوف كسر جهازه من يدفع فلوسه غلط. لا الورع. المهم كسر جهازه، كسر زر اللايك. وي